ثالث يعني في حديث ليفربول بيقول فيه انه من عمل المغرب والعشاء لا يزيد من ذلك. حديث من نام بين المغرب والعشاء، هناك نهي شيخ عن النوم بين المغرب والعشاء. نعم، كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. نعم. وهذا على وجه الكراهة لا على وجه التحريم، لما فيه من احتمالية تفويت العشاء بسبب غلبة النوم. نعم. وامضاء الليل والتأخر في المنام حتى يفضي إلى التأخر عن صلاة الفجر. أحسن الله إليكم.